دبي حاصلة على شهادة ميك اب ارتست من المدرسة الإيطالية للسينما والتلفزيون في 2004 14 سنة. حاصلة على دبلوم مدربة معتمدة من أمريكا. بديت لا كارير ديالي في المغرب في لي بلاطو ديال لي تورناج المغربيين. اشتغلت مع شركات إنتاج مغربية وعالمية. اشتغلت في أفلام اللي كيتم تصويرها هنا في المغرب. يعني بديت لا كارير ديالي هنايا. تعلمت أشياء كثيرة في المدرسة اللي أثرتني. في لي تورناج جي أسيستي دي ماكيوز ولا دي ماكيور عالميين اللي تعلمت منهم كيفاش تخدم بطريقة احترافية. دونك ملي ساليت ليكول ديالي بديت ديريكتومون في دوزام واللي كان باب اللي تفتح ليا من خلاله. اشتغلت مع ممثلين معروفين مغنيين معروفين عالميين. بحكم انني التحقت بدوزام في الفتره اللي كان فيها استوديو دوزام اوتون كو فريلانسر. كنت اشتغلت مع كنت اسيستونت في الاول. من بعد ملي شافوا الخدمه ديالي وملي عرفوني انني عندي اون توش بروفيسيونيل دفعتني المديرة ديالي اللي كنشكرها أنني نخدم لي ستار. وأول مغنية خدمت لها كانت لاغا فابيون المغنية البلجيكية الغنية عن التعريف لاغا فابيون. خدمت المغنيين معروفين اللي كانوا هادوك هما البدايات ديالهم في هذيك الفترة اللي دابا وصلوا للنجومية. واشتغلت مع اللي اولريدي هما كانوا معروفين وليد توفيق باسماء كثيره. ملي مشيت للامارات ما كانتش ما غنقولكش انا كانت سهله جدا عليا انني نبين لهم سميتي في الامارات. مي بحكم انني اشتغلت وجديت على الشغل على الخدمه ديالي وتابرت حاولت نطلع السميه ديالي كما كانت في المغرب ونخدم عليها اكثر الحمد لله. والان في الامارات عندي اسم ديالي عندي لي كليونت ديالي اللي غنيين على التعريف اللي كيعجبهم لو ستيل ديالي باسكو انا عندي ان ستيل ديالي. كنحس ان الناس اللي كيجيو عندي تيبغيو لاطوش ديالي واللي انا كنفتخر بها. واللي كنصح كل ميك اب ارتست تكون عندها لاطوش ديالها باش لي كليونت اللي غيجيو عليها غيجيو عليها حيت عندها شي حاجه خاصه بها. بالنسبه للمغنيين العرب ولا الفنانين اللي خدمت معهم مؤخرا الفنانه الكبيره سميره بن سعيد واللي كان لي الشرف انني نخدم معها. باسكال مشعلاني المغنيه اللبنانيه. بالنسبة للفنانة سميرة سعيد اللي عجبني فيها أنها عارفة شنو باغية وعجبتها لاطوش ديالي. أنا اللي قبل ما نبدأ معها عيطوا لي وقالوا لي راه عندك الفنانة سميرة سعيد وخصها تعرفي لها شنو الذوق ديالها وشنو تعطيها الخاطر. كنت أتعامل معها جد سلس تعامل جد راقي. إنسانة ما نقدرش نوصف لك قداش راقية بحكم السنوات الطويلة اللي اشتغلت مع دي ستار في الماكياج. شهادة ديالها بصح كت رفعات من المعنويات ديالي. بالنسبة للماكياج ديالها هو ماكياج ترابي ألوانها جد راقية جميلة جدا واللي كتخليك كارتيست تفنني. يعني ماشي ما كتعطيكش دي ليميت ما كتقولكش لا هذه كتخليك انت مرتاحه وانت كتخدمي لها بحكم ان عينيها كبار وهي جميله جدا اجمل كتير.
كنشكر قناة الدار على الاستضافة ديالها، كنشكر الطاقم الأكثر من رائع، وكان نوعدكم بالجديد إن شاء الله على قنواتكم، وشكرا مرة أخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.